صباح الخير أو مساء الخير، مبارك العقرب. القراءة النهاردة ليك عاطفة، أنت على طول في الطاقة العامة. برج العقرب، أنت تقريبا كده زعلان مع الشريك، ممكن أنت شايف كده، ومقدم لك حد مقدم لك عموما يعني عرض، ممكن يكون عنده حب جديد أو عرض مصالحة، ولكن انت زعلان قوي 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 قوي، وقاعد تحت الشجره وبتشكي همك للحبايات. مش عارف انت اتجننت ولا ايه. برج العقرب، برج العقرب على فكره برج يعني هو صحيح لدغته والقبر، ولكن والله حساس جدا 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 جدا، وبيحب قوي يحبه يعني. المهم ان انت زعلان قوي، وده كارت والله بشوف فعلا برج العقرب معاند قوي، متمسك برأيه قوي. فحد مقدم لك عرض وانت مش شايفه اصلا، ومش شايف حاجه عموما، وعموما بتدور على كوبايه فاضيه هنا، سوري، كوبايه مش موجوده، وفي عرض تاني جاي لك ولكن انت مش عايز ده. برضه هنا نفس الكارت، برضه حد مقدم لك حاجه، حد مقدم لك، ممكن يكون دي طاقتك ودي طاقت الشريك. هو مقدم لك عرض، ممكن يكون عرض حب بالظبط، وفي عداله في الموضوع، عايز يعمل عدل في الموضوع او يرجع العلاقه مره تانية، ولكن انت تعبان قوي وبتقول له امشي بقى وكفايه بقى، كفايه كده عمر اللي راح. وعمال تسمع في برضه قدام العاشور، وجيت على كرامتي كتير بقى، والحاله العصبيه بتشتغل. طب مشاعر الشريك ايه؟ ده انت مش شايل منه قوي يا بابا، شايل منه شكله كده، عمل فيك حركة مش حلوة. ممكن تكون اكتشفت إن في طرف تالت في العلاقة، ومش طرف تالت، لما يكون في 3 سيوف كده ممكن تكون خيانة، أو برضه مش خيانة، بيكلم حد، بيعرف بنات كده يعني، بتعرف ولاد، عشان تمشي على الشخصية يعني، أو اكتشفت إن في حد بيكلم حد وخلاص. طيب برج العقرب، الشريك مشاعره حلو قوي وبيحبك، وشايفك انت الصول ميت بتاعه، وشايفك انت اللي هتحقق له الحاجه الحلوه اللي في حياته، ومش شايف اي مشاكل في العلاقه اصلا هو، ومازال بيحمل ليك المشاعر الطيبه الجميله. واعتقد ان هو فعلا مقدم لك عرض مصالح، لان انت قلبك مجروح قوي منه، وبيقول لك ما تيجي بقى نرجع المال مجاريها بقى برج العقرب، وهو عارف ان انت عنيد عموما يعني، ومتمسك برأيك، بس هو مازال بيحمل ليك المشاعر. يعني بتتعامل مع حد من برج الاسد ممكن، او برج مائي برضو زيك، او هوائي، مائي برضو هنا تاني. طيب انت بقى يا برج العقرب، قلبك مجروح قوي 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 قوي، وندمان على العلاقة ككل، وندمان بقى على أي حاجة حصلت. يعني لو كنت بتديله، لو كان محتاج منديل واديته منديل كده في يوم من الأيام، أنت ندمان على المنديل ده. وبرج العقرب أصلا رب، أنا قمر في العقرب، أنا يعني لو قلت لواحد ازيك بندم، بندم والله على كلمة ازيك دي، صوابعي تعبت في الكتابة، بندم عليها، الصباع ده وكتب ازاي كده، أنا ندمان. فأنت ندمان قوي، وعندك حسرة شديدة قوي من العلاقة، وشايف إن هي علاقة فاشلة، وأنت ما يعني يقول لك ما خرجتش إلا ب يعني لطولة بلح، مش عارفة بلح اليمن ولا العين الشام تقريبا، المسألة كده صح؟ فيعني كارتين مش شبه بعض خالص. هو شايفك إن أنت السول ميت بتاعه، لأنه مقدم لك عرض تاني أهو، ده متمسك بيك قوي يا برج العقرب، ده مش سايب، مش هيسيبك أصلا، ده راجع، وتقريبا دينية صادقة يعني، مش بيهزر معاك، لان هو اهو بص، حتى الكروت دي ورا بعضها اهو، يعني ما المفروضش كارت رابع، بس هي جت زيها. عايز يعمل عداله، هو تقريبا حاسس ان هو بوظ الدنيا في خناقه حصلت بينكم ولا حاجه، او شاعر بانه فعلا 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 عمل حاجه غلط. انت اكتشفت ان هو بيكلم حد عليك، او وصل لك اخبار ان هو بيكلم حد عليك، وسبت العلاقه وقلت له شكرا قوي على كده ومشيت. فهو راجع بقى يقول لك لا ما تسيبنيش، والله انا من غيرك ولا اسوأ، والكلام ده بقى كتير ده، وتعالى بس انت زعلان منه قوي قوي قوي، ومتألم منه قوي قوي، لكن هو بقى شايفك ان انت السورمي بيجا، ونفس الكوبايه، ويعني نفس الكوبايه ليه؟ لان هو فعلا انت كنت مديله حب جامد قوي قوي،
ومديله مشاعر طيبة وهو كان بيديلك برضه، أو ممكن يكون مش بيديلك لأن أنت مشيت وسبته، بس هو شايف إن أنت كنت بتديله وهو كان بيديلك نفس الحاجة يعني. طب هو شايفك إزاي يا برج العقرب؟ هو شايفك إن أنت شخص عنيد ومتمسك برأيك قوي ومتكبر كمان، وهو شايفك كده بقى عشان ما تقولش حاجة، بس هو صح يعني أنت فعلا متمسك برأيك قوي، وتقريبا عايز تبص لقدام وتسيبه واديت له ظهرك وباصص لقدام وسايبه خالص وخلاص بقى، اللي هو انا مش عايز منك حاجه وانا هستقر لوحدي وهبقى لوحدي وسيبني في حالي بقى لو سمحت، لان انت فعلا رافض العرض بتاعه، رافض عرض المصالحه دي. طيب انت شايفه ازاي؟ انت شايفه لو بنتعامل مع برج الاسد طبعا، انت شايفه شخص اعتقد يا برج العقرب هو شخص برضو في صفة العنيد، وشخص متحكم قوي، ممكن يكون كان بيخنقك في العلاقة وكان ماسك عليك قوي، وشخص بيحب يتحكم في اللي قدامه بالمعنى التاني يعني، بيحب يتحكم قوي في الشخص اللي معاه، متحكم قوي، شايفه متحكم قوي 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 قوي، وممكن كمان تكون شايف ان هو ما ادكش المشاعر اللي انت تستحقها، يعني انت كنت بتديله مشاعر وهو كان بيديلك نص مثلا حاجه، تديله مثلا تكلمه مرتين في 3 مرات في اليوم، هو لما تيجي انت تنتظر المكالمه منه ما يكلمش، او انت اللي كنت بتبدا ده، شايف ان هو شخص متحكم وشخص بيقفل قوي 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 على نفسه، مش قافل على نفسه يعني منعزل، لا بيقفل قوي على حته ان هو ما يديش لحد مشاعر، قافل على مشاعره قوي، او متحكم فيك قوي قوي قوي، متحكم، المهم ان هو شخص متحكم وعنيد وبيحكم رايه وغيور، ممكن يكون غيور كمان، كان بيغير عليك قوي قوي قوي، شايف ان هي يعني علاقه فيها تحكمات كتير قوي، لان انت مجروح قلبك قوي منه قوي يعني، وفي حسره وندم بيه، ولكن هو ما يعني انا حاسس ان هو مغيب او حاجه زي كده، لان هو يعني عارف انت لما تقفل معاه تقول له امشي من هنا يلا وما تجيش هنا تاني وبتاع، فيقول لك لا انا والله ما هسيبك يعني انا بحبك. برج العقرب بيضحك على نفسه برضه ساعات ويقول لي ايه، بيقول لا انا همشي من العلاقه. هو يعني هقول لك بقى برج العقرب هو عايز يعمل ايه، هو راجع لو انتوا بتتكلموا مع بعض ومفيش فراق ولا حاجه، واعتقد هو مفيش فراق، هو عمال يكلمك دلوقتي او هيكلمك، وممكن يكون تاني عرض يقدمه او تالت عرض كمان، او بيزن عليك لانه زنان قوي، زنان وما بيقاس على فكره، ما بيقاس، شخص ما بيقاس، كل ما هتجي تقول له انت جرحتني وقطعت في قلبي وتعبت معاك قوي، يروح مدافع عن نفسه، هيدافع عن نفسه ويقول لك لا والله ده انا بحبك اهو، استنى بس، استنى بس، انت رايح فين؟ خد بس ما اقول لك هنا، ده انا بحبك، انا غيور، او انا متحكم، او انا مش عايزك تكلمي حد غيري، او انا مش عايزك تكلم حد غيري وبتاع، ولكن انا بحبك، او انا بحبك عموما يعني، عشان ولاد والبنات ما يزعلوش يعني. هو شخص باقي عليك قوي يا برج العقرب قوي، ومش ناوي، لا مش ناوي يمشي، مش ناوي يمشي خالص، وشايفك انت الحاجه الحلوه اللي معايا. انت بقى ناوي على ايه؟ انت ناوي توازن، ناوي توازن عموما، سواء لو كنت هترجع في العلاقه دي مره تانية، فانت ناوي توازن بين عقلك وقلبك، لان الظاهر يا برج العقرب ان انت اديته كتير قوي قوي، واديته اكتر ما هو اداك، فلذلك انجرحت وحسيت بعدم تقدير في العلاقه دي بالظبط كده، عشان كده انت عايز تعمل توازن، انت بدل ما كنت بتديله ال10 كوبايات مثلا، هتبدا تديله مقابل كل كوبايه، هو يدالك انا هديك كوبايه، هتكلمني، كلمتني النهارده هكلمك، اهتميت بيا ههتم بيك، غير كده لا يا عم، انا اتعلمت الدرس، انا انجرحت منك خلاص، تقريبا الوجع ده فوقك يا برج العرب، وهتعمل توازن لو رجعت تاني بعد ما هو يدافع عن نفسه يقول لك لا والله ده انا بحبك وبتاع وتعالى نرجع، فلو هترجع هتعمل توازن في العلاقه دي، وناوي انت اللي تعمل التوازن ده، ناوي تقول له بقى انا اشوف بقى هتخوني يا اخويا.
لا طبعا يعني ما الخيانة ما تبقاش قصاد الخيانة، ولكن هنوي انت تعمل توازن تاني في العلاقة دي يا برج العقرب، وتقول له زي ما انا بديك انا كمان هاخد ومش هسكت المرة دي. طيب هو شايف العلاقة ازاي؟ هو بصراحة يعني العلاقة حلوة، هو ظن ان هو خلاف على حاجات فعلا يعني بسيطة، مش حاجة صعبة يعني، الا لو كانت فعلا انت اكتشفت طرف ثالث في العلاقه. ولكن لو اكتشفت طرف ثالث فاعرف ان الطرف الثالث ده طرف وهمي بيتسلى بيه. انا حاسه ان هو شخص زي ما قلت لك شخص متحكم وشايف نفسه شويه، ممكن يكون بيشتغل حاجه في مثلا مشهور على السوشيال ميديا او مشهور نوعا ما وشايف نفسه وبيحب يكلم ناس كتير قوي، بس في الاخر انت اللي في باله على فكره. يعني سواء بيكلم انت لو اكتشفت انه بيكلم بنات غيرك ولا حاجه، بس انت برضه انت رقم واحد يعني. هو شايف العلاقه ازاي؟ هو شايفها علاقه جميله قوي وعلاقه فيها ذكريات كتير، الظاهر ان انتوا فعلا بقالكم كتير فتره مع بعض وفيها ذكريات حلوه قوي، وكل ما بيبعد ما يقدرش يبعد، ما يقدرش يبعد عنك. لو برج اسد فهو مش هيقدر يبعد عنك، برج الاسد عموما لما بيحب ما بيسيبش، فهو شايف ان هو ما يقدرش يبعد عنك. انت الشخص المناسب ليه، الشخص اللي بيحسسه بالظبط كده، الشخص اللي بيحسسه بان هو طفل طفل، بيتعامل بطبيعته معاك، بيحس بالحنان في العلاقه دي. انت كنت حنون عليه قوي يا برج العقرب، واديته مشاعر جميله قوي قوي قوي، حسسته الاحساس ده، خليت العلاقه بالنسبه له زي الجنه، مليانة كوبايات فيها ورد، مش كوباية فاضية، دي فيها ورود وفيها مشاعر، العلاقة دي مليانة مشاعر، عشان كده هو حاسس بإن أنت السول ميت بتاعه، أنت الطرف الحلو اللي فيه. عارف لما يقول لك أنت أجمل حاجة في حياتي، أنت أجمل حاجة في حياتي. حتى لو هو مشهور أو بيشتغل كتير أو مشغول عنك، فلا أنت رقم واحد يا برج العقرب، ما تخافش، ما تخافش يعني. أنت كمان شايفه إن هو بداية حلوة، وان دي وانها علاقه مليانه حب، على فكره علاقه فعلا مليانه حب، مليانه حب قوي، بس ممكن يكون فيه خلافات، في انت اتقمصت منه برج العقرب، خدت منه موقف، عمل حاجه يعني، مش اكيد برج العقرب ما بيقلبش كده، ولكن انت شايف ان فيها حب كتير قوي، العلاقه دي فيها حب كتير قوي، فيها مشاعر جميله قوي، فانتوا الاثنين مشاعركم متساويه، ولكن حصل سوء تفاهم مش اكتر، وتقريبا هترجعوا لبعض ان شاء الله باذن الله، او انت ناوي تعمل توازن. لو انت يا برج العقرب مشيت وسبت العلاقه، لو انت اللي مشيت او مقرر تمشي، ركز معايا بقى، لو مقرر تمشي ومقرر ترفض عرض المصالحه وبتقول له لا مش عايز ارجع تاني، النصيحه بتقول لك انتظر يا برج العقرب، خليك في العلاقه ما تمشيش، لان الشخص ده بيحبك قوي قوي وشايفك نص التاني، وشايف ان العلاقه مليانه حاجات يعني لو باظت هتبوظ معاه حاجات كتير قوي، لان هو بنى حياته عليك. ممكن تكون كنت بتساعده بالنصيحه حتى، يعني دي برضو شخص بينصح، فممكن تكون انت كنت بتنصحه، ممكن يكون كان في ازمه في حياته وانت عديته منها، المهم ان هو شاعر معاك بالمشاعر حلو قوي، فالنصيحه بتقول لك ما تمشيش لو سمحت، ما تمشيش يا برج العقرب، وانتظر، وهو هيتصلح، لو في حاجه مش عاجباك في العلاقه هتتصلح، وما تخافش، وخش القلب جانب، وبطل بقى تحكم نفسك، بطل تبقى عنيد ومتمسك برايك بدون اي داعي، لانه اذا انا شقلبت الدنيا. على العموم برضه النصيحه حلوه حلوه. هو بيحبك قوي على فكره، والنصيحه بتقول لك لو سمحت ما ترفضش العقد، جالك بعد مصالح، وعلى فكره برضو ده كارت الخاطب، واخد قرار على فكره عايز يرجع، واذا كنتوا بتتكلموا دلوقتي اهدى عليه، لان هو عمال يدافع عن نفسه كتير قوي، بالظبط كل شويه يجي يقول لك على فكره والله العظيم ما عملت حاجه، والله لا والله لا. برج العقرب اقول لكم بقى يعني مشكلته ايه، برج العقرب بنات برج العقرب بالتحديد متملكه، ودي مش عيب، مش عيب، متملكين ده مش عيب، لكن تخنق اللي معاها لا، لكن متملكين قوي وبيحبوا الشخص اللي معاه يبقى بتاعهم هما بس، فممكن زي ما قلت لك ان هو او زي يعني عموما انتوا شايفين ان هو مهتم بحاجات تانيه،
وسيد برضه ما بتحبوش كده، ده بوبي العرب بيحب الاهتمام قوي يعني. فبنشوف المنفصلين ممكن غيري طبعا الطاقة الأولانية خالص ده طاقة تانية، ولو شفتها شبه خلاص. إنما لو شفت إن النهاية مختلفة شبه الشعر اللي بيجي منين بيبقى مش بتاعته، لأن الطاقة دي ممكن تبقى ناس يعني ما فيش عن بعض حاجة خالص خالص خالص. منفصلين من برج العقرب، مشاعره إيه حاليا وناوي الخطوة اللي ياخدها أو عايز إيه من تاني. هو حاليا مش هقول مستقر، ولكن هو شايف نفسه الأيام دي وبدأ يبص لنفسه وبدأ إن هو يشتغل على نفسه شوية. خرج بره السجن أفكاره. فكنا بنتعامل مع حد برج الجوزاء برج العقرب، ممكن ناخد الورقة التانية. بص يا برج العقرب، هو حاليا خرج بره الهواجس اللي هو كان عاملها لنفسه، العلاقة باظت طبعا. فهو بدأ دلوقتي حالا يتحرر من الهواجس اللي كان فيها، وبدأ يخرج بره الأفكار السوداوية اللي كان عايش فيها، سواء اللي هي ألم الفراق ولحظة الفراق نفسها، سواء يعني شددوا مع بعض أي حاجة، وبدأ يشوف هيعمل إيه في حياته. سواء كان هيهتم بشغل أو يرجع العلاقة مرة تانية، لأن ده شخص مستقر، وفعلا هو بدأ فعلا بقى مستقر دلوقتي. يعني هو حرفيا بقى مستقر، ومستقر في مشاعره على فكرة، مشاعره مستقرة دلوقتي وبدأ خرج من كل ده. طيب هو ناوي على إيه؟ هو طبعا مجروح. بصوا دي يعني مرحلتين، مراحل وجع القلب عموما. فهو خرج طبعا من كده، وهو في السابق كان بالمنظر ده، قلبه مجروح منك جامد قوي وتعبان قوي، ممكن من غيرك مش منك، ممكن تكون ما عملتلوش حاجة هو اللي مشي، فهو من غيرك تعبان وناوي يرجع تاني العلاقة، لأنه اكتشف إن أنت الصول ميت بتاعه. ممكن تكون بتعامل مع حد برج الجوزاء يعني، أو زي برج هوائي وتاني، وهوائي برضه مش عارفة في ايه بس تمام. بدأ يكتشف ان انت الصنم بتاعه، انت يعني انت الشخص الجميل اللي في حياته، وانت الحب الحقيقي، وهيرجع توازن العلاقة دي ان شاء الله بإذن الله تاني. ناوي يرجع توازن العلاقة تاني. ناوي ان هو مش بقول لكم استقر، هو مستقر دلوقتي في مشاعره، هيرجع العلاقة دي تاني وهيشتغل عليها، وعايز يمشي بالعلاقة دي لقدام، عايز يمشي بالعلاقة دي لقدام. هو حاليا دلوقتي مستقر جدا في مشاعره، وبعد طبعا ما كده يعني مش مستقر طبعا. احنا بنزعل قوي لما نعرف ان اللي بعيد عننا مستقر، لكن قبل ما كان مستقر كان ايه؟ كان كده افرحوا بقى. ممكن يكون اذانا يعني، اذى الشخص، اذى برج العقرب، فهو ما تخافش هو كان كده وعايز يرجع. ولو بتعامل مع برج الجوزاء زي ما قلت لكم، او برج الميزان او برج تراب، فهو ناوي يرجع لانه اكتشف ان انتوا السول ميت بتاعه، وهيمشي بالعلاقه دي قدام ان شاء الله باذن الله يعني. مش حاجه وحشه يعني. طيب العزاب بقى اللي هو مفيش حد في حياتهم، او بقى لهم فتره طويله قوي ما ارتبطوش، لان العزاب دول بيبقوا مش منفصلين، حتى لو كانوا انفصلوا بقى لهم فتره طويله قوي ما ارتبطوش. خلينا نقسم الورق الاول عشان العزاب دول حبايبي. ممكن يكون الشخص ده هيظهر في شهر 8 مش 7 يعني، يعني ساعات ممكن يكون بيغير رأيه، هيجي يدخل يقول لي أنا بحبك فيغير رأيه. في حد داخل في حياتنا ولا لأ؟ مشاعره إيه؟ وناوي على إيه؟ الحمد لله آخر حاجة دي بتعجبني في الموضوع. طيب قبل بس ما أبتدي في القراءة، نفصل حاجة بس كده.
بص يا برج العقرب، الشخص اللي جاي في حياتك هو شخص من برج مائي زيك، وممكن يكون برضو برج الأسد برضو أو برج تراب. الشخص اللي جاي في حياتك ده هو شخص ممكن يكون شخص قديم برضو أو شخص من الماضي برضو، ممكن ما يكونش كان في علاقة أصلا ما بينكم، ولكن هو يحمل مشاعر فياضة أوي ليك، أوي 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 يعني. وممكن يكون الشخص اللي من الماضي ده مشاعره كانت متذبذبة في الماضي، يعني كان بيخش في حياتك ويخرج تاني بسرعة، يعني يتكلم شهر ويغيب 3 أشهر 6 أشهر، فما كنتش عارف هو عايز منك إيه، وبعد كده مشي تماما وما جاش تاني، فهو راجع تاني. وممكن يكون شخص جديد بقى، شخص يعني شخص حبوب جدا وبيحمل مشاعر طيبة ليك، ويعتبر السورميت بتاعك أو شبهك، لأن ممكن يكون شبهك مش السورميت بتاعك، شبهك بس مش أكتر. ومشاعره إيه؟ هو مشاعره مندفعة جدا عليك وعايزك، وعايز يقفل عليك الشابتر زي ما بيقولوا، عايز يقفل عليك الشابتر من حياته، عايز يقفل عليك وعايز استقرار معاك انت. وهو شخص جديد خالص، وهو مختارك انت، مختارك انت وعايزك. ممكن تكون كانت علاقة ثلاثية وهترسى عليك انتوا الاتنين بس. شكلها كانت علاقة ثلاثية فعلا، شكلها كانت علاقة ثلاثية فعلا. زي ما قلت لكم، حد قديم بقاله فترة كبيرة قوي ما اتكلمش معاكم، وكانت علاقة ثلاثية وانت سبته ومشيت، او بقى حصل فراق وخلاص، هو حصل الفراق وانت بعدت عنه، ولكن القدر رجعك تاني. دي عجلة الحظ، القدر لف لفته ورجعه تاني، وهو شخص طيب على فكرة، مش وحش، واختارك انت وجاي لك بأقصى سرعة عنده. بس خلي بالك إن المشاعر بتاعته مشاعر مش مستقرة، خلي بالك يعني، يعني مش مستقرة، بيفكر كتير أوي 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 أوي، وقلقان من الخطوة اللي هو هياخدها دي، مشاعره قلقان. بس هو عايز يجي وعايز يستقر عليك ويقفل، زي ما قلت لك، يقفل الشابتر عليك انت، شابتر من حياته عليك انت، ويقفل الماضي اللي حصل، لانها زي ما قلت لك ممكن تكون كانت علاقه ثلاثيه وحبك انت وشايفك انت الشخص اللي تنفع في البيت، ده ست كبيره زي في القراءه الثانيه بتظهر، يعني حصل اشتياق بمعنى اصح. وهو على فكره اتخزل من الشخص الثالث، والشخص الثالث سابه، لو علاقه ثلاثيه خلاص راحت، وهيرجع لك انت لانه مش عارف يعيش من غيرك، مش عارف اصلا، كل ما يجي ينام يفتكر الذكريات اللي فاتت دي، فهو راجع تاني وعايز يدي فرصه للعلاقه دي مره تانيه. ده طاقه تالته خالص يا برج العقرب، عشان الناس اللي بتتفرج ما تقولش دي طاقه تانيه مكمله مع كده، لا، ده العزاب بقى لهم فتره طويله او ما ارتبطوش، او كانوا مرتبطين، او كانت علاقه ما كانتش علاقه اصلا، يعني ما عارفين بعض، ولكن لا حد يتكلم ولا حاجه، ولكن انت اكتشفت ان في طرف ثالث وسبته ومشيت، وهو نهى الطرف الثالث ونهى خالص الموضوع ده، وجاي لك انت يفتح معاك طب نشوف مشاعرك انت ايه تجاه العرض ده، ان ده عرض عموما حتى لو كان عرض قديم، هو عرض، مشاعرك ايه؟ جت معاك مين؟ جت معاك مين؟ انت هتبقى فرحان قوي 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 بالموضوع ده، هتنتصر، هتحس ان انت انتصرت يا برج العقرب، هتحس ان انت انتصرت، انتصرت بيه هو. وتقريبا زي ما قلت لك، هو سابك او انت سبته وزعلت قوي على العلاقه اللي فاتت دي، بس ما تقلقش، هو بيفكر فيك وعايزك، ومشاعرك هتستقر، والموضوع هيمشي للي انت عايزه، هيمشي لقدام وهيمشي للي انت عايزه ان شاء الله باذن الله. يعني ان شاء الله، الحمد لله، انتهت على خير.
أمراض المائية أهو الحمد لله تنتهي على خير. فبرج العقرب أتمنى تكون القراءة عجبتك، وبقريب تاني الطاقة الأولانية غير الطاقة التانية غير الطاقة التالتة، وأنا بعملها ثلاثة كده عشان الطاقات إيه هي. ممكن تكون القصة شبهك ولكن حدثت مع حد تاني خالص، عشان الأولانية لو راجع والتاني هنا ما بيفكرش أصلا، والتالتة حد ليه علاقة يعني مختلف تماما أو بيفكر ينتقم مثلا ولا حاجة، فلا ملهاش مع بعض. والناس اللي بتسأل لا هو ترابي ولا مائي ولا عندنا خريطة الأبراج، شمسي طالع وقمر، فممكن يكون الشمس بتاعه حوت والقمري عقرب، والطالع بتاعه أو الصاعد بتاعه أسد. اتفضل يا سيدي. فخلاص الدنيا يعني كده، يعني أنا مثلا كل طاقاتي مائية أصلا، حوت وسرطان واخدة الليلة كلها. فأتمنى تكون القناة عجبتك يا برج العقرب اللزوز، وإن شاء الله بإذن الله تبقى علاقة موفقة. شكرا ليكم، وما تنسونيش الاشتراك.